يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. النهارده حلقه مهمه في الحقيقه، لان هي قبل مباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا امام المريخ السوداني. المباراه اللي هتكون الساعه 9 بالليل باذن الله تعالى امام هذا الفريق المميز على استاد الاهلي والسلام. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، وان شاء الله باذن الله يوصل للنقطة الرابعة من خلال فوز مهم جدا جدا، بالتحديد بعد ما خسرنا مباراة سان داونز، المباراة اللي ما كانش موفق فيها الفريق على الإطلاق. بإذن الله التوفيق يكون حليف الأهلي النهاردة، وبإذن الله نفرح بمباراة مهمة. بالتالي حلقة النهاردة مليئة بالكواليس التي تسبق هذه المباراة الهامة، بخلاف طبعا بعض الأخبار المهمة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، خصوصا في ظل عدد كبير من المباريات اللي بتجرى خلال هذا اليوم تحديدا في مختلف الدوريات العالمية أكثر تحديدا. يعني كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا كالعادة من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيتعلق بمباراة اليوم، توقعاتكم لتشكيل الأهلي أمام المريخ وللنتيجة كمان بإذن الله، فتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد في الجزء الأخير تفاعل حضراتكم زي ما احنا متعودين دايما. لكن أيضا البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف إيه أهم العناوين النهاردة، يلا بينا. في ترند الأهلي، الخطيب يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتدارك أخطاء الفترة الماضية. الليلة الفريق يواجه المريخ، بالتوفيق بإذن الله. وأخيرا المنتخب يتواصل مع صلاح لضمه مبكرا، هقول لحضراتكم اشمعنى. طيب دي اهم وابرز العناوين النهارده. في ماتشات كتير، سواء اهم ماتش بالنسبه لنا طبعا ماتش اللي بيخصنا مباراه الاهلي والمريخ، ودي المباراه الاولى اللي هنتكلم عنها او اللي موجوده في الجدول معانا النهارده، هي مباراه الاهلي والمريخ الساعه 9 بالليل في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. باذن الله نقدر نحقق نتيجة جيدة النهاردة، الأهم إن شاء الله بإذن الله 3 نقاط. لكن أيضا في مباريات كتير في بطولة الدوري الإنجليزي في جولة مهمة جدا في إطار الصراع على اللقب والصراع على البقاء في هذه البطولة الكبيرة. فبالتالي أول مباراة لعبت كانت الساعة 2:30 ما بين ليستر سيتي وليدز يونايتد. ليدز اللي بيعاني ولسه جاي له جهاز فني جديد، فأيضا النهاردة خسر على ملعب ليستر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه بارنز في الدقيقة 67 من أحداث اللقاء. لكن في حوالي 5 مباريات بتقام في هذا التوقيت وأنا بتكلم مع حضراتكم، ابتدت الساعة 5 هذه المباريات واللي أنا هقولها دلوقتي. أستون فيلا مع ساوثامبتون، مباراة مهمة جدا، أتمنى فيها طبعا كل التوفيق لكوتينيو تحديدا لأن أنا كابتنه بصراحة في الفانتزي. النهاردة كمان في نفس التوقيت نيوكاسل يونايتد مع برايتون، نوريتش سيتي مع برينتفورد، مباراة مهمة قوي للفرقتين عشان كل واحد فيهم عايز يفضل في بطولة الدوري، زي ما مباراة نيوكاسل مهمة بالنسبة له برضو أمام برايتون عشان نفس السبب. ومباراة أيضا هتكون قوية ما بين ويلفرهامبتون وكريستال بالاس، وأيضا مباراة أخيرة في نفس التوقيت ده ما بين بيرنلي وتشيلسي. أما المباراة الأخيرة النهاردة تحديدا في الدوري الإنجليزي وهي مباراة ليفربول مع ويستهام يونايتد، ومباراة سائرية تحديدا هذا الموسم بعد ما ويست هام أضاق ليفربول الخسارة الأولى هذا الموسم في بطولة الدوري في مباراة الدور الأول. المباراة دي هتكون الساعة 7:30. نجمنا المصري أكيد محمد صلاح هيكون متواجد في التشكيل الأساسي كالمعتاد، نتمنى له يا رب كل التوفيق. أما الدوري الإسباني فالنهاردة في عدد من المباريات كانت أولهم وأولى هذه المباريات أساسونا أمام فياريال، مباراة ابتدت الساعة 3، أساسونا فاز 1-0. إسبانيول مع ختافي 5:15، فالنسيا مع غرناطة 7:30، ريال مدريد مع ريال سوسيداد الساعة 10 بالليل. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم. النهاردة كمان يعني من ضمن الحاجات المهمة عيد ميلاد واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار المميزين اللي دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، وهو محمد مجدي أفشة صاحب القضية ممكن وصاحب هدف تتويج النادي الأهلي في أهم مباراة في التاريخ بالنسبة للأهلي والزمالك، وهي مباراة القرن في نهائي القرن والنهائي الأفريقي، البطولة اللي قبل اللي فاتت اللي قدر الأهلي يفوز بيها بنتيجة 2-1، هدفي عمرو السولية في البداية وقفشة في توقيت كان حاسم في اللقاء.
بنقول له كل سنه وانت طيب يا قفشه، بيتم عامه ال 26 ان شاء الله باذن الله مزيد من التالق والتوفيق مع النادي الاهلي والالقاب والبطولات والانجازات. صاحب القضيه ممكن كل سنه وهو طيب. طيب النهارده في الحقيقه كان في تواصل واتصال هاتفي ما بين الكابتن محمود الخطيب والسيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم والسيد احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، ويعني مكالمه مهمه جدا جدا، وده اللي اعلن عنه النادي الاهلي من خلال خبر انا هقراه لحضراتكم دلوقتي، وبعد كده نرجع احنا نتكلم في بعض التفاصيل والجزئيات المهمه اللي قد تؤثر على المنافسه في بطوله الدوري بشكل واضح وكبير جدا جدا بالنسبه لكل المتابعين. فالخبر ايه؟ النهارده الاهلي اعلن ان الكابتن محمود الخطيب يطالب اتحاد الكره والرابطه بتدارك اخطاء الفتره الماضيه، وده حرصا على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة. قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ظهر اليوم بالاتصال بكل من السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة والسيد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت في النتائج بشكل مباشر، كما استعرض أيضا عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات، وطالب الكابتن محمود الخطيب بضرورة تدارك هذه الأخطاء ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية، وده اللي أعلن عنه النادي الأهلي قبل ساعة تقريبا أو ساعة ونص من دلوقتي. وأنا بشوف إن الخبر ده في الحقيقة مهم جدا. ليه بقى مهم؟ لأن أكيد حضراتكم تابعتوا على مدار الأيام اللي فاتت في أكتر من مباراة أخطاء تحكيمية صعبة قوي، مش عايز اقول فجه بس صعب قوي. وبالشكل ده احنا بقالنا قد ايه بنتكلم في موضوع التحكيم؟ والله انا نفسي زهقت من الكلام في موضوع التحكيم، بس مش هبطل. طول ما في انديه بتتضرر، طول ما احنا شايفين مستوى متدني بشكل كبير جدا من بعض الحكام، مش عايز اقول الكل يعني، بعض الحكام، فمش عايز اجيب حالات معينه او اتكلم عن حالات معينه لان خلاص كلكم عارفينها يعني، فمش يا هقول كلام مستهلك يعني، لا خلاص كله عارف الاخطاء فين، في انهي مباريات، في كروت حمراء ما طلعتش، في اهداف يعني حاجات كده، تمام، قرارات غريبه من الحكام. وانا في اعتقادي بصراحه يا جماعه، مش اعتقادي، هي حاجه برضه واضحه، انا بحاول معلش اجمل الكلام شويه يعني عشان ما يبقاش ايه، عشان في ناس بتزعل شويه، لكن في كل الاحوال الاكيد الأكيد إن لحد دلوقتي في مصر الحكام بتصفر وبتاخد قراراتها على حسب النتيجة، وأبرز دليل إحنا عارفينه مباراة الخمسة أهلي والزمالك بتاعت 5-3، والتصريحات اللي سمعناها بعد المباراة من حكم اللقاء الكابتن محمد عادل، الاحتواء ومش الاحتواء والكلام من ده. فهي ثقافة للأسف موجودة عند بعض برضو الحكام المصريين، ان انا لو لقيت الفريق ده كسبان سكور وماشي كويس والماتش ماشي معاه كويس وخلاص مستريح في النتيجه، لا اصفر عليه شويه، احسب قرارات عكسيه شويه، اكتر من الصفاره بتاعتي في المباراه، عطل اللعبه، موت الريتم، ادي قرارات للفريق الاخر يعني عشان صعب عليا، او في كنوع من انواع الاحتواء عشان يعني ما يزعلوش او عشان الجمهور ما يزعلش، ايا كان مين الفريق يا جماعه. بالمناسبه انا والله مش بتكلم على حد، كل الناس ليها كامل الاحترام والتقدير وكل الجماهير فوق راسنا من فوق، لكن عيب قوي لما الكره المصريه اللي هي بتاريخ كبير جدا، الدوري المصري اللي يعني بقاله سنوات وسنوات ونسخ كتير جدا، ويفضل الثقافه التحكيميه هي ان انا اصفر على حسب نتيجه الماتش. طب ما انا اديكم بقى يعني زي ما احنا شفنا كده مباراه الاهلي والزمالك 5-3، في ماتشات كتير حصلت في الدوري قريبه برضو في نفس السياق وفي نفس الاطار، بس تعالى شوف كده الاهلي في كاس العالم لما لعب الهلال السعودي ايه اللي حصل. الاهلي تقدم بهدف والهلال كان كامل العدد، تدخل عنيف من لاعب الهلال استوجب البطاقه الحمراء، فالفار استدعى الحكم، الحكم ادى الكارت الاحمر، ما بصش للنتيجه، وما كانش ده الطرد الاول، ده في طرد تاني كمان رغم ان الفريق ده خسران، لا تدخل عنيف ايضا يستحق البطاقه الحمراء، راح مدي كارت احمر، ملوش دعوه، هو ملوش دعوه مين كسبان مين خسران، مين ده لابس لون ايه وده لابس لون ايه، ولا ده من انهي بلد ولا ده من انهي بلد، هو ده الصح، هو ده اللي لازم حكامنا يتعلموه، لازم يطبقوا القانون بحذافيره. الموضوع مش محتاج يا جماعه، ده الفار معاكم بيساعدكم، محتاجين ايه تاني؟ نعمل ايه تاني يعني؟ الناس تعمل ايه تاني؟
عشان ما يبقاش في اخطاء تحكيميه بالشكل ده. المشكله في الاخطاء دي ان هي هتؤثر، وده امر مؤكد، على المنافسه على اللقب لو استمرت الاخطاء دي. هو بالمناسبه الاخطاء اللي حصلت الفتره اللي فاتت هي اثرت بشكل واضح، لكن استمرت، لو استمرت هيبقى الموضوع صعب قوي والله بجد. وفرق خدت نقط غير مستحقه بسبب اخطاء تحكيميه، والمصيبه ان هي بتبقى بعد ما ترجع للفار، هي دي المصيبه الاكبر والكارثه الاكتر. فدي جزئيه مهمه. ده الشق الاولاني اللي اتكلم فيه الكابتن محمود الخطيب مع الاستاذ جمال علام والاستاذ احمد دياب. الشق الثاني هو بيتعلق بالراحه اللي بتكون ما بين المباريات والمقارنه ما بين الفرق المتنافسه، اللي هو ازاي مثلا يعني انت دلوقتي كاهلي هتلعب ماتش السبت وماتش التلات، احنا بقى لنا فتره بنلعب سبت وتلات. الفرق اللي بتنافسك واللي انت ممكن تكون هتلاعبها الماتش جاي او ماتش بعد اسبوع او بعد اسبوعين ممكن يكونوا بياخدوا فتره راحه اكتر منك، يعني انت مثلا ايه ريحت 3 ايام هما بيريحوا 4 أو 5، انت ريحت يومين هما بيريحوا 3 أو 4. طب هو فين تكافؤ الفرص في هنا في الجزئيه دي؟ مش موجود. فلازم يتم مراجعه القرارات اللي بتتعلق بالمساحات والايام الخاصه لكل فريق قبل كل مباراه، ان يبقى زي ما انا هريح 3 ايام الفريق اللي بينافسني يريح 3 ايام، انا هريح 5 ايام الفريق اللي بينافسني يريح 5 ايام، عشان يبقى في تكافؤ فرص، ما يبقاش حد مريح اكتر مني، فبالتالي هو يستفاد في جانب استشفائي، في جانب فني، في جانب اعداد خاص بالمباراه، فهو يبقى يعني فريش اكتر مني. طب ليه؟ فدي جزئيه اخرى تكلم فيها الكابتن محمود الخطيب النهارده معاهم، وان شاء الله باذن الله الناس، يعني بصراحه استاذ جمال علام محترم جدا، استاذ احمد دياب محترم جدا، ان شاء الله باذن الله نتمنى ان الامور تتظبط خلال الفتره اللي جايه. وكانت مكالمه يعني ضروريه وخبر مهم جدا اعلن عنه النادي الاهلي منذ قليل. هطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل عشان عندنا بقى كل الكواليس اللي خاصه بالمباراه الاهم بالنسبه لنا النهارده وهي مباراه المريخ، فاستنونا. طيب مباراه اليوم الاهلي والمريخ، احنا للاسف حطينا نفسنا في موقف صعب كنادي اهلي او كفريق، للاسف ما كانش موفق في مباراه سان داونز، وصلنا كتير قوي قوي للمرمى بس ما كانش التوفيق حليفنا، ما قدرناش ان احنا نخلص يعني، فسان داونز في الوقت القاتل يعني خلصوا بهدف، فبالتالي فازوا بالمباراه. فالوضع ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ عندنا نقطه واحده في المجموعه، محتاجين ان احنا نكسب المريخ النهارده اللي عنده 4 نقاط عشان قبل مباراه سان داونز باذن الله نروح نكسبهم هناك اللي عندهم 7 نقاط، ولسه عندك الهلال موجود في المنافسه، هي مجموعه قويه جدا بالمناسبه، يعني لان الناس كلها كانت بتقول يعني لا المجموعه سهله ازاي، سان داونز شفنا عامل ازاي، المريخ والهلال جامدين جدا، فمنافسه صعبه جدا. ازاي الاهلي يقدر يخرج نفسه من الموقف ده؟ ازاي الاهلي يقدر يحسم المباراه النهارده بدري؟ مهم قوي ان انت تجيب جون بشكل مبكر يا سيدي، لو ما وفقتش في انك تجيب جون بشكل مبكر تبقى مركز، ها مركز جدا على المستوى الدفاع والهجومي في انك باذن الله في اي وقت من المباراه تخلص، لان احنا عندنا الامكانيات والمقاومات اللي تساعد على كده، وللاسف ده اللي استندنا عليه نتيجه لنتائج رائعه حققها الفريق على مدار الفتره اللي فاتت في مباراه سان داونز، فالنتيجه جت عكس ما كل الناس كانت متوقعه يعني، فدرس اتعلمنا منه اكيد. شفنا المباراه اللي بعديها مع فاركو عملنا ماتش كبير قوي قوي 4-1 ونتيجه كبير، الناس بتعلق شويه على طريقه اللعب، اصل 4-2-3-1 هي اللي بتفرق، اصل 4-3-3 مش عارف مشكلتها ايه، 3-4-3 مشكلتها ايه. والله يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه في القصه دي، وتنوع اساليب اللعب، اولا التنوع ده ميزه كبيره قوي للاهلي عشان منافسين ما يبقوش عارفين الاهلي هيلعب باني طريقه. النقطه الثانيه اللي لازم نبقى متاكدين منها وعارفينها بشكل كبير، ان والله يعني دي وجهه نظري، اي طريقه هيلعب بيها الاهلي باذن الله هيكسب، او اي طريقه بيلعب بيها الاهلي يستطيع ان هو يلعب بيها فبالتالي يستطيع الفوز. هو الفرق في ايه؟ الفرق انك ساعات ما بتبقاش موفق وساعات بتبقى موفق. الفرق ما بين مباراه سان داونز وفاركو ايه؟ ان انت في ماتش سان داونز بطريقه 4-3-3 رحت للجون قد ايه؟ كتير بس ما كانش فيه توفيق. ماتش فاركو رحت للجون كتير وكان فيه توفيق كبير، جبت 4 أهداف، وخد على كده كل الماتشات. فانت عندك مدير فني بجهاز فني مميز ولاعيبه ممتازه جدا تقدر تنفذ كل انواع اللعب او كل اساليب اللعب اللي اختارها موسيماني. فدي جزئيه مهمه. عايز اعرض لحضراتكم جدول المجموعه قبل مباراه اليوم
عشان نبقى عارفين كده الامور واقفه لحد فين. ان شاء الله باذن الله الامور تتغير بعد مباراه اليوم ما بين الاهلي والمريخ بعد فوز الاهلي باذن الله. صن داونز متصدر برصيد 7 نقاط، المريخ برصيد 4 نقاط، الاهلي نقطه والهلال نقطه. بس الهلال لعب 3 وصن داونز لعب 3 زي ما حضراتكم شايفين كده. الاهلي والمريخ النهارده هيلعبوا المباراه الثالثه ليهم، وهي مباراه كانت مؤجله بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. كمان موسيماني كان ليه بعض التصريحات في المؤتمر الصحفي، وهي تصريحات مهمه سواء لي او لكابتن الفريق محمد الشناوي. تعالوا نشوف التصريحات دي ونرجع مره ثانيه. The defeat of Mamelodi Sundowns. We're playing home. Important for us to win, of course. Inshallah, we win. Yeah, I think we're ready for the match. We have no excuse. We're playing here. So we'll do what we have to do. And what we have to do is to collect the 3 points. المباراة مهمة بالنسبة لنا، بتيجي بعد الهزيمة في المباراة السابقة على أرضنا من سان داونز على أرضنا، فالماتش ده أصبح مهم جدا إن إحنا نلعب برضه على أرضنا ونكسب 3 نقاط، فإحنا مستعدين للمباراة، المفروض نعمل اللي إحنا المفروض نأديه، المفروض نعمل اللي علينا عشان ونعمل اللي إحنا المفروض نعمله هو إن إحنا نكسب 3 نقاط بعد المباراة. A strong team that stopped Mamelodi Sundowns from winning, so we are aware of the difficult situation that we are facing, but we have faced difficult situations all the time. We are that kind of a team that needs to do what we have to do. وعارف طبعا فريق قوي اللي هيلعبه فريق المريخ، وان سان داونز ما عرفش يكسبه، وعارف ان هو الموقف الصعب اللي هنقابله، وفي الموقف الصعب المفروض نعمل اللي المفروض نعمله، المفروض نأدي دورنا عشان نكسب المباراه، فاحنا عارفين بالظبط المفروض نعمل ايه في المباراه دي. احنا عارفين ان المباراه بالنسبه لنا مباراه يعني مصريه زي ما بيقولوا، واحنا عارفين ان بالنسبه لنا مفيش مجال الا الثلاثة بونت. احنا بنحترم طبعا فريق المريخ، بس احنا بالنسبه لنا لعيبه وبقالنا من بعد الماتش اللي فات مركزين ونشتغل على فريق المريخ. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وناخد 3 بونت ان شاء الله. اكيد طبعا احنا قبل مباراه سان داونز برضه احنا كنا كسبانين برضه في الدوري برضه 4 برضه، واحنا كنا في ماتش ساندا كنا كويسين جدا، بس التوفيق كان لايب عننا المباراه. احنا لو كان معانا في شويه توفيق بس في المباراه كنا كسبنا اكتر من كده، ممكن كسبنا 3-4. بس احنا اشتغلنا كويس جدا في ماتش ساندا، واحنا دلوقتي دخلنا بقى قفلنا الصفحه دي وركزنا في الماتش اللي بعديه وكسبنا برده الحمد لله بسكور. ان شاء الله قفلنا برده الصفحه ونركز برده في المباراه ديت، وان شاء الله ربنا يكرمنا. اهم حاجه بالنسبه لنا دلوقتي هو 3 بونت. It's not easy match of course, we know that. But we have to win the match. Inshallah, we'll win the match. هو بيسألوا سؤال، يا ترى مباراة بكرة دي مباراة حياة أو موت بالنسبة لكم؟ قال طبعا ما فيش داعي، ما فيش مجال للشك في حاجة زي كده. احنا لازم نكسب مباراة عشان نفوز، واحنا هنكسب مباراة إن شاء الله، نشتغل عشان نكسب مباراة وهنكسب مباراة. No, the difference between the game we played in Alexandria to the game we played against Sundowns was the difference of the scores. The game of Sundowns, yes, was a difficult match, but you were here, you saw. We should have scored, but if you don't score, it's a different story. So we have 4 games to play and we have 12 points to play for. So we are lucky, we will fight for the 12 points. I'm not saying we're gonna get them all, but we can get them all. So. We are lucky. We will go for it. Why not? بيقول حياتك حابب تقول له حكايه الفرق الهجوم من الماتشات الدولي وبتسجل اهداف كتير وماتشات افريقيا ما بتسجلش، بيقول احنا بنخلق فرص وكان ممكن نسجل قدام سان داونز، جرحت لنا فرص كتير وكان ممكن نسجل. الفرق بس ان هو ما بننهيش الهجمه او ما بنسجلش الاهداف من الفرص اللي بتجيلنا. دلوقتي الواقع في افريقيا لازم نكسب ولازم نسجل، فاضل اربع ماتشات ب 12 نقطه، طبعا احنا هدفنا نكسبهم كلهم، طبعا ممكن صعب نكسب ال 12 نقطه بس نكسب النقاط الكفايه توصلنا للدور الجاي ناحيه اهلنا. And if you look at the match in Alexandria, it's not nearly the same as Sundowns. In Sundowns, we are in one half all the time. In Alexandria, Farco was attacking us. It was not nearly the same pressure that we had against Sundowns, but we still scored 4 goals. And even Farco could have scored more than 4, to be honest.
هو بيقول لحياتك ان حتى الماتش سير المباراه ماتش سان داونز احنا كنا بنقف في النص بتاعهم تقريبا طول الماتش، كنا في نص واحد النص بتاعهم نص الملعب بتاعهم، هم جون بالجون بس فاركو كان الموضوع مختلف، كان هم بيبدلون الهجمات واحنا كان ممكن يجيبوا اربعه، هم كان يجيبوا اكتر من الهدف اللي جابوه، كان ماتش مفتوح اكتر من ماتش سان داونز. فده عايز يقول لحياتك ان هو لحق فرصه وكنا قريبين من التسجيل، الفرق بس ان هنا جبنا جوان وهنا ما جبناش. يعني عجبني قوي الهدوء اللي بيمتاز بيه مستر بيتسو موسيماني، الكلام الكتير جدا المهم اللي بيتكلم فيه بخصوص المباراه، وكلام واقعي جدا بخصوص وضع الفريق في دور المجموعات وازاي يخرجوا منه ان شاء الله يكونوا موفقين، وطبعا كلام مهم كمان من الشناوي. لكن خلينا نشوف تصريحات المدير الفني الانجليزي لي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ، قال ايه في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراه، ونروح لفاصل وبعد كده نرجع نكمل بقى. يلا. We look forward to this game tomorrow evening. Because it is a fantastic opportunity for myself and my players to play against the current champions of the African Champions League, and is a great test for us. And I have great belief in my players that they can deliver a top performance to maintain our impressive start to the competition. وبرحب بالحضور الكريم وبقول لكم مساء الخير، وبشوف إنه ده فرصة كويسة بالنسبة لنا. انه احنا نلعب بكره قدام حامل اللقب من اخر نسخه للبطوله الافريقيه نادي الاهلي، وبتمنى من لعيبته انه يقدموا يعني احسن اداء ممكن والناس تشاهد مباراه رائعه ان شاء الله. Yes, we look forward to the game. We have done our work on Ali. We know what they are about. My players are in good spirit. They have trained fantastically well once again leading up to the game. They give me big problem to select the best 11 because everybody involved is training so well, and everybody who played in the previous two games has done very well. Also the players who come off the bench as substitutes, they do so well also. So we look forward to the game. This was one of the reasons I was looking forward to coming back to the club when I seen this group in the Champions League with these big clubs in Africa and our big rival Hilal. This was an exciting time for me, and this was why I wanted to work in this club again. And we look forward. We know it's tough, but these are the games when you're a professional that you look forward to. من الأسباب اللي خلته يجي راجع تاني لتدريب النادي لما شاف الموقع بتاع النادي لقاه بين الأندية أفضل 16 نادي وفي مجموعة خصوصا مجموعة ضم نادي الهلال، ودائما يعني كل ما يطلب من اللعيبة بتاعينه إنه يؤدوا تمارين أو واجبات بيقوموا بالواجبات على أكمل وجه، الحاجة دي بتخليه يعني بيكون في مشكلة حتى في الاختيار بالنسبة للتوليفة الأساسية، وبالإضافة للعيبة اللي بيجوا من الاحتياط دائما يعني بيغيروا المعطيات وبينفذوا كل المتطلبات اللي هو بيطلبها منهم، فدي حاجة كويسة جدا، وهو يعني بيضع كامل الثقة في كل اللاعبين على أساس إنهم قادرين يعني يقوموا بكل المتطلبات اللي هو بيطلبها منهم. No, I don't think so. We have had a good start, you are correct, but I think the administration part of our football club has decided all our games will be here. The welcome we have had from the Egyptian people and our training camp we have had here has been fantastic. So I think the structure is set in place already and nothing will change from this. I think we will go play this game tomorrow and travel then to Sudan to play a Hilal in our return game, and then we will come back to prepare for the Ali game to be playing at this stadium again. So it's no problem. هما اتخذوا كل القرارات تقريبا منذ فترة، وأهم قرار هو لعب كل مبارياتنا هنا في مصر، ولقينا كل الترحاب والود من الأهالي في مصر ورحبوا بينا أحسن الترحيب، وكل التركيز الآن لمباراة الغد، بعد كده هنمشي نلعب مباراة الهلال في السودان وحنعيد روحنا كمان بعد ما نخلص من المباراتين للمباراة الثالثة اللي حتكون مع الأهلي إن شاء الله، حتكون في جمهور مصر هنا حتقام هنا، يعني ما ظنيت إنه ممكن يكون في شيء حيتغير.
طيب يعني دي لقطات حية لتوجه الجهاز الفني واللاعبين للمحاضرة الأخيرة قبل انطلاق مباراة اليوم وقبل التحرك مباشرة لاستاد الأهلي والسلام. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا لقطات من مقر إقامة الفريق أو فندق الإقامة الخاص بالفريق قبل المباراة الهامة. يعني واضح كده من المشهد اللي احنا شايفينه تركيز كبير جدا عند اللاعبين، مدركين جدا الوضع اللي فيه الاهلي في هذه المجموعه بعد خساره المباراه السابقه وبعد التعادل في المباراه الاولى امام الهلال في السودان. فبالتالي انت مطالب بانك تفوز النهارده باي طريقه عشان تقدر ترجع بالشكل المعروف عن الاهلي. يعني الاهلي بطل اخر نسختين، ان شاء الله باذن الله دي تبقى النسخه الثالثه على التوالي، فكلها جوانب مهمة جدا ويعني تركيز كبير جدا واضح على اللاعبين بخصوص الاستعداد لهذا اللقاء الهام. خلينا أقول لحضراتكم قائمة الأهلي أفكركم بيها لمباراة اليوم اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني. في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير. في خط الدفاع رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد. في نص الملعب عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، ميكي سوني وبيرسي تاو. وفي خط الهجوم كل من محمد الشريف وحسام حسن زي ما حضراتكم شفتوا كده على الشاشة. بيغيب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وأيمن أشرف أيضا لسه مش جاهز فبيغيب عن هذه المباراة. دول أبرز اسمين يعني بيغيبوا عن قائمة الفريق قبل مباراة اليوم. نتمنى كل التوفيق لأي 11 هيلعب أو هيلعبوا في هذه المباراة، وإن شاء الله يفرحوا جمهور النادي الأهلي من خلال انتصار مهم. طيب خلينا ناخد بعض الأخبار المهمة اللي بتتعلق بالأهلي على السوشيال ميديا ونشوف الناس تناولت استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة إزاي. فنبتدي بالحساب الرسمي ليلا كورة اللي بيتوقع تشكيل الأهلي. يعني عارفين اليوم الماتشات دايما بيكون في توقعات مختلفة لتشكيل الفريق، ويبقى القرار النهائي عند مستر بيتسو موسيماني اللي هنعرف يعني رأيه وتشكيله قبل المباراة بساعة. فيلا كوره قالوا ان محمد الشناوي في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، علي معلول ظهير ايسر، محمد هاني ظهير ايمن. في نص الملعب حمدي فتحي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه. وفي الامام احمد عبد القادر وبيرسي تاو اميكيسوني، والمهاجم محمد شريف. ده توقع يلا كوره، لكن خلينا كمان ناخد خبر اخر وهو خاص ببوابه الاهرام على تويتر اللي بيقولوا موسيماني يحذر لاعبيه من خطوره المريخ السوداني قبل مواجهه الليله. طبعا فريق المريخ فريق قوي جدا، خطر جدا جدا. شفنا انا عن نفسي اتفرجت على مباراه المريخ والهلال اللي كانت هنا على استاد الاهلي والسلام، فريق محترم وعمل مباراه كبيره وقدر ان هو يفوز بنتيجه 2-1. فبالتالي لازم نكون عاملين حسابنا بشكل كبير قوي قوي في ازاي نواجه الفريق ده وازاي نتخطاه باذن الله تعالى. يعني فاكيد موسيماني مذاكر ان هو من نوع المدربين اللي بيذاكروا كويس جدا، واكيد نقل كل افكاره للاعبين، واخر يعني طريقه هينقل بيها هتكون من خلال محاضره اليوم اللي بتجرى في هذه اللحظات. بوابه الاهرام لسه معاهم من خلال تويتر والدكتور محمد شوقي رئيسا لبعثه الاهلي الى جنوب افريقيا، وده الخبر اللي هم بيقولوه. يعني لسه الاعلان الرسمي مش من النادي الاهلي، بس هو الاقرب في الحقيقه. دكتور محمد شوقي من الشخصيات المحترمه جدا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، في الغالب هيكون هو رئيس بعثه الفريق في جنوب افريقيا لمواجهه فريق صن داونز. قبل مباراه صن داونز هيكون عندنا مباراه مهمه قوي في الدوري مع بيراميدز، لكن خلينا بس نعدي الاهم النهارده وهي مباراه المريخ. الوطن سبورت بيتكلموا على ان الاهلي يجهز ثنائي الدفاع لمباراتي او لمباراه صن داونز، هم هنا قصدهم على ايمن اشرف وياسر ابراهيم، والاثنين باذن الله ممكن يعني بنسبه كبيره يكونوا جاهزين لمباراه صن داونز. لسه ما تحددش مدى امكانيه لحاقهم بمباراه يوم الثلاثاء امام بيراميدز في الدوري، لكن اكيد كلها حسابات. وان كان ما شاء الله قائمه الاهلي ممتلئه حتى لو في غيابات واصابات، لكن في عناصر مميزه جدا، وده اللي بيميز الاهلي عن اي فريق في الحقيقه هذا الموسم، مش اي فريق في مصر بس، لا في افريقيا كلها. ان شاء الله يكونوا موفقين. اليوم السابع بيتكلموا على جزئيه مهمه قوي هي بتتعلق بديانج، وبيقولوا ان في مصدر في الاهلي بيكشف حقيقه رحيل ديانج للدوري الانجليزي والتعاقد مع بن رمضان. بالمناسبه يا جماعه مش اي خبر، وهنا مش قصدي والله على اليوم السابع بس، يعني ممكن يكون فعلا مصدر تواصل معهم، لكن بقول لحضراتكم عامه مش اي خبر تقروه ان مصدر قال يعني للزميل الصحفي الخبر يبقى فعلا في مصدر تواصل، لا، في بعض الاحيان بتبقى اجتهادات بس بتتحط تحت يعني الشكل ده عشان يظهر لحضراتكم الخبر.
لكن حته رحيل ديانج للدوري الانجليزي والتعاقد مع بن رمضان الكلام ده سابق لاوانه، ما فيش اي يعني خطابات رسميه من اي فريق انجليزي يخص التعاقد مع ديانج او حتى فيما يتعلق بمحمد بن رمضان، محمد علي بن رمضان احد ابرز نجوم الترجي، هيبقى فيها صعوبه برضو، كلها حسابات وامور سابقه الاوان، احنا لسه يعني في بدايه الموسم يعتبر يعني، فده امر مهم. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على اخر الترتيبات والتحضيرات الخاصه بالفريق قبل مباراه اليوم الهامه. يا فاروق مساء الفل عليك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وباذن الله امير بنبره تفاؤل وبتفاؤل باذن الله يوم يكون مميز النهارده لفريق النادي الاهلي، ويستطيع ان هو يفوز على فريق المريخ السوداني ويحقق 3 نقاط تكون في غايه الاهميه في مشواره في دوري المجموعات باذن الله. يا فاروق يعني اوصف لنا كل التحضيرات، الاستعدادات ماشيه ازاي، محاضره الفريق، برنامج الفريق النهارده قبل هذه المباراه، وكيف هيئ نفسه الجهاز الفني واللاعبين لضرورة تخطي هذه العقبة في ظل موقف صعب احنا حطينا نفسنا فيه، فحطنا في الصورة معاك يعني. كلمة مهمة جدا يا أمير، ضرورة إن الفريق إزاي والجهاز الفني هيئ نفسه إن هو يعني يتعامل مع هذا اللقاء. خليني أقول لك بعد المباراة الأخيرة وفوز الأهلي على فريق فاركو، طبعا خلاص الأهلي بيقفل صفحة الملف الدوري المصري وبدأ الاستعداد لمباراة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، طبعا مباراة في غاية الأهمية. وأنت قلت أمير طبعا النادي الأهلي حطينا نفسنا في هذا الموقف، لكن مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين يعني النهارده أمير تقدر تقول ان هو حاول يعني يستثير اللاعبين ويفكرهم ان احنا ابطال افريقيا في اخر نسختين، احنا احرزنا البرونزيه في كاس العالم في اخر برضو نسختين برونزيه كاس العالم، بيحاول ان هو يعني يرفع الدوافع النفسيه بالنسبه للاعبين في هذا اللقاء ويشدد على ضروره استغلال الفرص، ودي نقطه مهمه افرض لها مساحه طويله جدا يا امير. استغلال الفرص والامر مهم جدا ان انت في مباراه الدوري ممكن تبقى في فرصه للتعويض، لكن مباراه الدوري ابطال افريقيا لازم نغتنم النصف فرصه. طبعا كان المران الاخير لفريق الاهلي بالامس على الاستاد مختار التيتشي، يعني عايز اقول لك الحاله النفسيه والحاله البدنيه اللي ظهر عليها لاعبي النادي الاهلي النهارده، تقدر تقول يا امير كل اللاعبين جاهزين ان شاء الله في هذا اللقاء دوافع جديده. عايز اقول لك برده عوده الكابتن سيد عبد الحفيظ وانضمامه، نقول له الحمد لله على السلامه بعد سلبيه مسحه كورونا بالنسبه للسيد الكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا دكتور احمد ابو عبله. يعني وجود الكابتن سيد يا امير انت عارف بيبقى مهم جدا في هذه المباريات او المعسكرات، بيبقى وجوده مهم جدا في الدوافع النفسيه للاعبين، ويعني ملم جدا بكثير من الامور. طبعا انت عارف الخلق الدوافع ان انا اجدد الدوافع للاعبين وان انا اخلق عند اللاعبين اهداف وان انا اذكر اللاعبين ان احنا مقبلين على يعني مباراه مهمه جدا، وايضا ان احنا عندنا رقم عايزين نحققه ان شاء الله ان احنا نفوز بدوري ابطال افريقيا للنسخه الثالثه على التوالي في رقم غير مسبوق في القاره السمراء. طبعا مستر بيتسو موسيماني في اكثر من جلسه النهارده جمع التامير كابتن مستر بيتسو موسيماني مع الكابتن سامي قمصان ومع موسي محلل الاداء وايضا سولومون، عرض كثير من الفيديوهات خاصة فريق المريخ السوداني خاصة آخر مواجهتين لفريق المريخ السوداني اللي يعني من خلالك برضو أمير إن شاء الله هننفرد بتشكيله لهذا اللقاء. طبعا. عرض فضل. مجموعة من الفيديوهات في لفريق المريخ السوداني في مباراة سان داونز ومباراة الهلال اللي كان فيها فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وقف على كل نقاط القوة والضعف وأيضا مفاتيح لعب فريق المريخ السوداني. أنت عارف المشاورات بقى ما بين المستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد كابتن سامي قمصان بقى على بعض اللاعبين، يعني دي نقطة مهمة جدا يا أمير برضو من خلالك عايز ان انا لحد يعني نفرد لها وقتها ان المستر بيتسو موسيماني القرار بيجتمع مع الافراد الجهاز الفني بيتشاور في كافه اللاعبين في المراكز في التوزيعات في التشكيل، كلها امور مهمه جدا ودي روح مهمه جدا يا امير هي روح فريق العمل. شفنا ايضا الثنائيات والروح العاليه محمد شريف يا امير، عايز اقول لك بقى النهارده حاله مختلفه تماما. يعني محمد شريف طبعا جاب جون بقى الماتش الاخير فالموضوع ظبط شويه. بالظبط يا امير، عايز اقول لك النهارده محمد شريف خلاص تقدر استعد تاني التفاؤل ونظره يعني الاستعداد الفرحه اللي عند محمد شريف بقى حاله تانيه. طبعا نتمنى له يعني استمراره في التهديف، واحد من اللعيبه المهمه جدا للنادي الاهلي. ايضا بيرسي تاو وطبعا الثلاثي بيرسي تاو وميكسوني واليو ديانج، اليو ديانج تركيز تام في اللقاء، حمدي فتحي والثنائيه طبعا مع عمرو السوليه، يعني برضو يا امير
حاله الروح اللي عند اللاعبين قفشه مع محمد محمود، محمد عبد المنعم مع مصطفى شوبير، عايز اقول لك ثنائيات مهمه جدا. وايضا الروح اللي بنشوفها بقى مع الكابتن سامي قمصان مع اللاعبين كابتن سعد عبد الحفيظ النهارده في يوم النادي الاهلي، اللعيبه كلها حاسه بقيمه المباراه، عارفين ان الثلاث نقاط النهارده في غايه الاهميه، مش محتاجين ان احنا نذكر اللاعبين باهم يعني اهميه اللقاء. لكن هقدر اقول لك نقطه مهمه جدا يا امير، يعني اقدر اقول لك انا لمحتها يعني وانت ده يعني اثناء دخول اللاعبين للمحاضره، محاضره الفيديو، الصوره اللي كانت موضوع على الشاشه اللي هيتعرض عليها طبعا المحاضره، او مستر بيتسو موسيماني هيتكلم فيها طبعا للتشكيل والامور دي، كان الصوره اللي كانت عليها الشاشه يا امير هي صوره تتويج النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم، يعني ده كان مشهد مهم جدا، يعني انا لمسته كده من مستر بيتسو موسيماني، عايز اذكر اللاعبين ان احنا لا عايزين نروح هنا تاني، عايزين بالظبط يا امير، انت عارف الدوافع التحفيزيه والامور اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني، يعني انت عارف يا امير يعني لقطنا هذه المشهد مستر بيتسو موسيماني ووقوف منصه التتويج واللاعبين بتستلم الميداليه البرونزيه، ده مشهد ان هو يحفز اللاعبين وان انت تفكر اللاعبين ان دي المباراه اللي ان شاء الله تقدر توصلك ان شاء الله وتكمل مشوارك وانك تروح لكاس العالم للانديه وتحقق ان شاء الله ميداليه سواء ذهبيه او فضيه باذن الله. طبعا كلها امور مهمه، طبعا كان زي ما انت استعرضت امير دخول اللاعبين لمحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي هيتكلم على كتير من الامور. اقدر برضه اقول لك يا امير تشكيل الاهلي مش هيختلف كثيرا عن المواجهات المواجهه الاخيره امام فريق فاركو، لكن الحاله الجاهزيه اللي عليها باقي اللاعبين بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره، لان انت عندك كتير جدا مفاتيح لعبه مميزه تقدر تقول بقى هل طريقه اللعب 4-3-3 4-2-3-1 كلها حلول لمستر بيتسو موسيماني يا امير. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للاهلي النهارده يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا، شاطر فاروق في الحقيقه، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، يعني حطينا في الصوره بشكل كبير وكل الامور اللي تتعلق بالفريق قبل مباراته اليوم امام المريخ قالها لنا، فبنشكره شكرا جزيلا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقره في حلقه النهارده، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا ناخد سريعا اخر خبر معانا في ترند الاهلي وهو خاص بالراجل اللي في الصوره ده بابلاك تيما، ومن خلال حساب سبورت 360 على تويتر، وبيقولوا ان الاثيوبي هيكون حكم لمباراه الاهلي وصن داونز في الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا يوم السبت ان شاء الله الساعه 3 العصر، السبت اللي جاي 12 مارس يعني الساعه 3 العصر بحضور الجماهير. المباراه هتكون صعبه وقد يعني تكون اصعب بتواجد بملاك تسيما، ربنا يستر يعني، كان المفروض يضيفوا كده في الاخر بعد حضور الجميل ربنا يستر، لان احنا بنشوف الحكام الافارقه بالتحديد ومنهم بملاك اخطاء كارثيه، ان شاء الله الاهلي ما يتاثرش من هذه الاخطاء. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل ولنتيجه المباراه النهارده امام المريخ، نبتدي باحمد عمر والقال 2-0 للاهلي، التشكيل الشناوي معلول رامي عبد المنعم هاني سوليا ديانج عبد القادر قفشه تاو شريف. طيب ناخد توقع اخر من خلال محمد جمعه والقال اتوقع الشناوي هاني عبد المنعم ياسر معلول ديانج السوليه عبد القادر قفشه ميكيسوني شريف اهلاوي وافتخر كلنا ابو حميد. خلينا كمان ناخد سعيد والقال الشناوي هاني عبد المنعم ربيع معلول حمدي السوليه تاو قفشه طاهر شريف اتمنى نلعب بروح البطوله واسم النادي الاهلي، وده اللي بيحصل في الحقيقه خلال الفتره الاخيره ومعروف على النادي الاهلي دائما وابدا اللعب بروح عاليه يعني. محمود محمد قال محمد الشناوي علي معلول محمد عبد المنعم رامي ربيعه محمد هاني سوليا ديانج عبد القادر قفشه بيرسي تاو محمد شريف. ناخد اخر تعليقين سريعا، اشرف اسامه قال الشناوي معلول رامي عبد المنعم هاني سوليا حمدي عبد القادر قفشه تاو شريف. واخيرا ناخد احمد خالد واللي اتوقع ان الشناوي هيكون في حراسه المرمى معلول وربيعه وعبد المنعم وهاني في الدفاع، في نص الملعب حمدي فتحي والسوليه وقدامهم عبد القادر وقفشه وحسين الشحات وشريف المخيف اللي ان شاء الله يعني يستمر في تالقه، وان شاء الله الاهلي يفوز 3-1، ده كان توقع احمد خالد. يعني تفاؤل كبير جدا موجود عند كل جماهير النادي الاهلي وثقه طبعا معروفه في الفريق في الجهاز الفني، خصوصا ان الاهلي ما شاء الله عنده يعني فريق محترم بجهاز فني مميز وان شاء الله يكون موفق، ده الاهم في مباراه اليوم امام المريخ عشان يوصل النقطه الرابعه ويبقى في المركز الثاني في هذه المجموعه الهامه قبل مباراه صن داونز يوم السبت اللي جاي. كل التوفيق للاهلي، دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا مزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من نفس البرنامج باذن الله نتكلم فيها عن مباراه المريخ واحنا فرحانين. الى اللقاء.